Auzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah uh, Wassalatu wassalamu ala alhabibil Mustafa Sayyidina wa maulana muhabbali rasulillah Wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada hari ini Kita dapat bertemu sekali lagi uh, Dan insyaAllah hari ini kita akan membaca Babu bayani sinil buluh masih dalam kitabul imarah kita masih dalam kitabul imarah tapi pada bab yang baru bismillah Bismillahirrahmanirrahim. wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim bisnadina al-muttasil la sayyidina al-imam Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naysaburi al radhiyallahu ta'ala anhu wa wa an wa 'ulumi wa talamizatihi وقراء صحيحه وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرض لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فجعلوه في العيالي وعن به قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله ابن ادريس وعبد الرحيم ابن سليمان ها قال وحدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن عبيد الله بهذا الاسناد غير ان في حديثهم وانا ابن اربع عشره سنه فاستصغرني. باب النهي ان يسافر بالمصحف الى ارض الكفار اذا خيف وقوعه بأيديهم. أبي قال يسال؟ نعم صحيح ان يسافر يسافر. كتيكو <applause> <applause> Hmm. خير باب النهي ان يسافر حذف الفاعل بالمصحف الى ارض الكفار اذا خيف وقوعه بايديهم وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وعن ربي قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليس حا قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو وعن أبي قال وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافروا بالقرآن فاني لا آمن ان يناله العدو. قال ايوب فقد ناله العدو وخاصموكم به. وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علية حا قال وحدث.. حدثنا ابن أبي عمر قال <سؤال> حدثنا <بس علامة> سفيان والثقفي كلهم عن أيوب ح قال وحدثنا ابن <بس> رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث ابن علي يتوسق فإني أخاف وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافة أن يناله العدو باب المسابقة بين الخيل وتطبيقها وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابق بالخيل التي قد أدمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر رضي الله عنهما في من سابق بها وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد ها قال وحدثنا خلف بن هشام وابو الربيع وابو كامل قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ايوب <سؤال> قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب حا <سؤال> قال وحدثنا ابن نمير قال... قال حدثنا أبي حا <سؤال> قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا <سؤال> قال وحدثنا محمد بن المسنى وعبيد الله بن سعيد قال قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله ح قال وحدثني علي بن حجر واحمد بن عبده وابن ابي عمر قالوا حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه ح قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه حا. قال وحدثنا هارون بن سعيد الايدي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامه يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بمعنى حديث مالك عن نافع وزاد في حديث ايوب من روايه حماد وابن علية قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد باب الخيل باب الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامه وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامه وعن أبي قال وحدثنا كتيبه وابن رمح عن عن الليث بن سعد ها قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي ابن مشير وعبد الله بن نمير ح قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ح قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله ح قال وحدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني اسامه كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث مالك عن نافع وعن أبي قال وحدثنا نصر بن علي الجهضبي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد قال الجهضبي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الاجر والغنيمه. وعن ابي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدث حدثنا زكرياء عن عامر عن عروه البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه الاجر والمغنم وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن فضيل وابن ادريس عن حصن عن الشعبي عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخير معكوس بنواص الخيل قال فقيل له يا رسول الله بمذاك قال الأجر والمغنم إلى يوم القيامة وعن به قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن حسين بهذا الإسناد غير أنه قال عروة بن الجعد وعن به قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن أبي الأحوص ح قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم و ابن أبي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غر قده عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر الأجر والمغنم وفي حديث سفيان سمع عروة البارقي سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني انه سمع عروه الباركي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل تفضل يا حبيبي. <تصفيق> <تصفيق> طيب بسم الله الرحمن الرحيم وعنه به قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا ابن المسنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عروة بن الجعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا ولم يذكر الأجر والمغنم وعن أبي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البركة في نواصي الخيل وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا قال وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنسًا رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله بابٌ ما يكره من صفات الخيل وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة والزهير بن حرب وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكره الشكال من الخيل. وعنه بقال وحدثناه محمد بن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر ده مصباح ناس وحدثنا وحدثنا دومير hmm. وحدثنا محمد بن نمير تمام إن شاء الله. وعنه بقال وحدثنا محمد بن نمير وفي نسخة وعنه بقال وحدثناه محمد بن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث عبد الرزاق والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى وعنه بي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر ح قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير جميعا عن شعبة عن عبد الله بن يزيد النخاعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث وكيع وفي رواية وهب عن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعي. طيب. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. وعنه به قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير. عن عمر عن عمارة وهو ابن بل عن عمارة وهو ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا جهادا في سبيلي وايمانا بي وتصديقا برسلي. فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون دم وريحه مسك والذي نفس محمد بيده لولا ان يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سريه تغزو في سبيل الله ابدا ولكن لا اجد سعه فاحملهم ولا يجدون سعه ويشق عليهم ان يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوددت اني اغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل وعنه بي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا, أب حدثنا ابن فضيل عن عمارة بهذا الإسناد وعنه بي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته الا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بان يدخله الجنه او يرجعه الى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من اجر او غنيمه وعنه بي قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون بل وجرحه يثعب اللون بل وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك وعنه بي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامه كهيئتها اذا طعنت تفجر دما اللون لون دم والعرف عرف المسك وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والذي نفس محمد في يده لولا ان اشق على المؤمنين ما قعدت خلف سريه تغزو في سبيل الله ولكن لا اجد سعه فاحملهم ولا يجدون سعه فيتبعوني ولا تطيب انفسهم ان يقعدوا بعدي. وعن ابي قال: وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: لولا ان اشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سريه بمثل حديثهم وبهذا الاسناد والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أُحْيَى بمثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف خلف سرية نحو حديثهم وعنه بي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله الى قوله ما تخلفت خلاف سريه تغزو في سبيل الله تعالى اظن نكتفي بهذا وبالله التوفيق Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah hari ini kita dapat lagi membaca beberapa hadis yang berkaitan dengan jihad dan berkaitan dengan uh, kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyertai peperangan fisabilillah bahkan Nabi bercita-cita untuk terlibat dalam perang kemudian syahid kemudian dihidupkan terlibat balik dalam perang dan syahid sekali kedua dan dihidupkan kali ketiga dan syahid kali ketiga ya, subhanallah untuk menunjukkan besarnya peranan orang yang terlibat dalam peperangan fi sabilillah subhanahu wa taala dan kesokan sekiranya usia kita akan masuk kepada bab yang baru babu fadli syahadati fi sabilillah taala jazakumullahu khairat terima kasih semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam warahmatullahi jazakumullahu khairan katsira